لك ديديا انت شو عم تساوي؟ انزلي لاشوف. انزلي لك شبك، شو صار لك؟ شبني؟ لك انت جنيتي طالعه على الكرسي هيك وانت حامل؟ يلا انزلي. لا بقى تعملي هيك، عدي هون لاشوف. امان لا تتحركي، لا تكبر الموضوع. ماشي امسكي ادنيكي. ليش؟ امسكي ادنيكي ولا تناقشي، خليكي هيك. امار انا اسفه، ما لها مستاهله. لساتني زعلان منك، امسكي ادنيكي منيح. مثل ما بدك، قلي شو لازم ساوي مشان تسامحني. هلا فهمتي علي شو بدي. عندي فكره، رح استغل الفرصه وخليكي توعديني. انا جاهزه. اول شيء رح تهتمي بحالك وبالبيبي كمان. بوعدك بهالشي. ووعديني كمان ما تستهتري بحالك. ما رح استهتر بحالي. وتالت وعد بدي اياه انك تسترخي. ماشي رح استرخي. رابع شيء كل يوم الصبح بتعطيني بوسه كتير كبيره. كل يوم الصبح رح اعطيك ايه؟ بوسه كبيره. بوسه كبيره كل يوم الصبح رح تبوسيني بوسه كبيره. ليك انت وعدتيني ولازم توفي بوعدك الي. خليني سكر الباب. طيب مثل ما بدك، انا ما رح حاكيكي. يلا تركيني. شو هالحظ هاد؟ معقول كل ما انضرب على قلبي واجي لهون شوف شي ما بدي شوفه؟ تشينتو. تشينتو؟ هذا انت؟ لك امتى اجيت؟ اخي جيت بلا ما اخبرك لاني حابب اعمل لكم مفاجاه. بس مع هيك انتوا اللي فاجئتوني. فاجئناك؟ ما فهمت عليك. شبك رح صير عم عن قريب. لك تشينتو. اخي عن جد رح صير عم؟ ايه اكيد. تعرف رح اخذ مشاوير على مدرستي، ما رح اروح لمكان من دونه. وعلى بنارس كمان. عن جد؟ إيه؟ اكيد رح نتسلى كثير انا وياه. تعال لهون. يلا لشوف احكي لي كيف كانت رحلتك؟ انا كثير انبسطت، انا ورفقاتي لعبنا سوا وكثير تسلينا هني. ديفيا كثير فرحانه، بتمنى هالضحكه ما تفارق وشها وتضل مبسوطه كل حياتها. انا بتمنى انها ما تنحرم من هالسعاده. ديفيا هي كل حياتي. شو أعمل هلا؟ يا ترى وين رح لاقي شي فان بهالمدينة الكبيرة؟ بس أنا ما رح أيأس أبداً، بدي أوصل لشي فان بأي تمام. انبسطت إنه تشينتو رجع، هلا قلبي اطمن. هذا الولد ذكي وبيفهم علي على الطاير، وهيك بقى رح توصلني تحركات ديفيا وأي شي بتساويه بغيابي. شو قصتك انت؟ بصراحة كنت شارد وعم فكر بابننا الحلو. يعني إذا كان صبي رح يكون ذكي مثلي، وإذا كانت بنت رح تكون ظريفة وحلوة مثلك. وين بارات؟ أديتي؟ نعم. ناديله لبارات. ماشي يلا رح ناديله. آسفة بس أمار ناطرك تحت هلا، بعتني مشان ناديلك. استني شوي حبيبتي، ننزل سوا هلا. بارات اللي انت شو عم تعمل؟ ولا شيء، بس عم حاول استغل كل دقيقة لحتى اكون معك. بدي ملي عيوني منك كل الوقت يا روحي. ماشي
خلص ديفيا عم تنادي. استني لا تروحي. ديفيا شبك حبيبتي؟ قولي لي شو القصة؟ ليش لساتك سهرانة؟ قولي لي كل شي تمام؟ عفوا ما كان بدي ازعجك. عادي ولا يهمك حبيبتي، بس شو القصة؟ مو قدراني انام. مو قدراني تنامي؟ طيب انتي جوعانة؟ هو بدي بوزة. بوزة؟ هلا بهالوقت؟ كثير جاي عبالي. طيب ماشي رح شوف لك اذا في بالبراد. أمار مو من البراد. من وين لكان؟ في محل بالسوق بحبه. كيف؟ هو بضل فاتح بالليل كمان. خلينا نروح لهنيك لو سمحت. ديفيا طلعي الوقت كثير تاخر. ما رح يكون في حدا بالطرقات هلا. لا تزعلي حبيبتي. ليك خلص نجيبها بكره. بوعدك. يلا نامي هلا. يلا نامي وارتاحي. شفت ورود كتير بالشوارع بس مثل هالوردة بحياتي ما شفت. قومي يلا انزلي البسي برجلك. يلا حبيبتي استعجلي. لوين؟ يلا حبيبتي اللي لوين؟ لتاكلي بوزة. مو بدك بوزة؟ ما بدك مو مشكلة. بدك بوزة؟ معناتها يلا رح نروح لهني. يلا تعالي. لوين رايح؟ لغير تيابي. ديفيا ما حدا رح يشوفك بهالوقت. بس أنا لا خلاص. طيب استني دقيقة لحظة. خدي هالشغ لفي تمام. خلينا نروح ناكل بوزة. يلا يلا حبيبتي. مساء الخير. مساء الخير يا هانس. أهلين. ليكي مو حلوة منك تنامي هون. شوفي شو رأيك تجي معنا؟ تعالي معنا لا تخافي نحن رح نلاقي لك مكان. بعد عني لا تلمسني. شو صار لك؟ لا تخافي مني. تعالي تعالي. بعد بعد لا تتركوها تهرب. المحل طلع مسكر. أمار شو هالحظ؟ استني شوي حبيبتي لا تقلقي. تعالي عدي هون خليكي هون. أمار
خير شو بدك؟ يا معلم بدي بوزة. بدك تاكل بوزة بنص الليل؟ انت متزوج شي؟ شو علاقة البوزة بالزواج؟ ما عم بفهم عليك يعني. عندك ولاد؟ لك وشو علاقة الولاد بالبوزة كمان؟ اخي انا رح صير ابو عن قريب وهذا اول ابن لإلي، فهمت علي ما هيك؟ احكي هيك من الاول. المدام مش هي البوزة لكان، وانا كمان مرتي مرة اشتهت تاكل انجاصة وهي معلقة بأعلى غصن بالشجرة، وانا الاجدى بطلع جبت لها اياها. مرتك كان بدها انجاصة على الشجرة؟ عن جد عم تحكي؟ الساعة 3 الصبح كمان. معناتها مرتي انا ما بتطلب كتير. بوزة بس. بدي بوزة بدي بوزة بدي بوزة فورا. بوزة اكرم عينك دقيقة بس. مبسوطة هلا؟ شكرا كتير شكرا شكرا شكرا. امسكوها بسرعة. انتي منيحة؟ صار لك شيء؟ هربوا هربوا أمار خلص خلص اتركن. طمني صار لك شي؟ أمار طلع فيني عم يوجعك شي؟ أمار إيدك عم تنزف. ليفي أهدي ما فيني شي أبدا. ورجيني إيدك. لا تقلق أمان وجرح غميق. بس وين البنت؟ هي وينها؟ وين راحت؟ هلأ كانت هون مسكين. كانوا لحقينا. كانت خايفة كتير. تعال خلينا نروح. متأكد أنه جرحك مغمي؟ إيه سلامتك. ديفيا؟ شو القصة؟ هديك البنت ما عم بقدر أنسى وشها، وجعت لي قلبي كتير. تعرف شو؟ كانت كتير خايفة. ما شفتها كيف كانت عم ترجف؟ يا ترى وين بدها تكون راحت بهالوقت؟ وضعها منيح؟ يعني قدرت توصل على مكان آمن وما حدا يأذيها ولا لا؟ تخيل لو ما نحن كنا هنيك بوقتها كانت وقعت بمشكلة كبيرة. لو هدول الشباب السيئين. ديفيا خلص حبيبتي روقي. فكر بالقصة، عن جد هي صدفة كتير غريبة. فجأة التقينا ببنت ما منعرفها وخلصتها من هالشباب هدول، ومع هيك راحت وما قدرنا نعرف أي شي عنها. يلي ما عم بفهمه، هدول السيئين كيف بيقدروا يستغلوا هيك بنت ضعيفة؟ لا وفوقها لاحقين هن الثلاثة هاجمين عليها بدهم ياكلوها مثل الوحوش. عن جد إنه ما عندهم أخلاق، عن جد وقحين. جوريا قولي لأمك إنه ما لازم تشغل بالها بشي وما تتوتر. ها؟ شبك؟ أمار ما فهمت عليك. عم أحكي مع بنتي الصغيرة. طلعي هي قاعدة ورا هلأ، طلعي عليها. إذا ما ابتسمتي ورجيتيها إنك مبسوطة هي ما رح تحكي معك، وأنا بقول لا تحكي مع أمك لا تضحك. لا تقلق أنا منيحة. بس كيف متأكد إنه البيبي رح يكون بنت؟ كتير بسيطة، أنت بتعرفي منيح إنه الحاسة السادسة عندي كتير قوية وخاصة بهالقصص بعجبك كتير. حتى بعد ما تجينا بنت رح يجينا دغري ابن ظريف كتير، حتى إني رح سميه جولو.
رح يقعد هنيك جنب بنتنا الغالية غوريا، وجنب جولو كمان رح يجينا ولد تاني اسمه جابو، جنب جابو تشينكي. غوريا جولو جابو تشينكي، أربع أولاد؟ إيه أربع أولاد، ديفيا السيارة كتير كبيرة ولازم تكون مليانة أولاد. صهري لازم نحجز كم غرفة بالفندق منشان ضيوفنا. ليش الفندق بنتي؟ بيتنا كتير كبير وبيسع الكل، ضيوفنا رح ينزلوا عنا. أمي هاي شغلة بسيطة وفينا نناقشها بعدين، نحن لازم نحدد موعد العرس بالأول ما هيك؟ كأنك قاعد بقلبي، كنت بدي أحكي نفس الحكي هلأ. بالحقيقة نحن رايحين هلأ بشان هالقصة، رح نشوف حكيم العيلة ونحدد موعد قريب للعرس. أنت متحمسة للعرس أكثر من العرس عن نفسه. بس أنا مو شايفة أديتي وبارات، حتى ما شفتهم من الصبح. إيه صح، وين بارات؟ شكرا. وهي إلك، تعالي. شوفوا هاي عروستنا الحلوة إجت، خلونا نسألها. أديتي وين خبيتي بارات من الصبح ما شفناه؟ بالحقيقة بارات راح على ألهابات، قال لي إنه عنده شغل مهم لهيك هو طلع بكير. كيف؟ بارات راح على ألهابات؟ إيه عمي. أديتي ليش ما خبرتيني؟ أنت تعرفي شي؟ يعني ليش راح لهني؟ لا هو اليوم راح يرجع، لهيك ما خبرتكن من قبل. بس يعني بارات شو راح يساوي هنيك؟ شو صاير له؟ ليش راح فجأة هيك وما خبرنا؟ أنا رحت لحتى أجيب أمي بابا. شو قلت؟ لتجيب أمك؟ أي نعم عمار، أنا ما فيني أتزوج إذا ما أجت أمي وباركت هالعرس، لهيك رحت لحتى أجيبها. بارات بس أمك هي هون بابا. أمي تعالي لو سمحتي. فوتي ماما. هاي هي أمي الست كارونا، يعني أنا بعتبرها بمقام أمي. بظن أني ما خبرتكن عنها من قبل، بالحقيقة وقت هربت بطفولتي ما كان عندي محل حتى أعيش فيه، وهي خلتني أعيش عندها بالبيت، ربتني واهتمت فيني وعاملتني كأني ابنها، وبسببها أنا واقف هون. هاي أمي الحقيقية. إيه لأنها ربتني. حبيبي ما بتتخيل قد ايه انبسطنا، عملت زينة العقل. هاي الإنسانة ربتك واهتمت فيك وهذا معروف كبير، شو ما عملنا ما رح نقدر نرد لها الجميل. لا خالتي إذا بتريدي ما تحكي هيك. وبدي قلكن على شغلة، كل ما طلبت منها أنها تجي تعيش معي وتكون حدي بتلاقي ألف عذر لحتى تتهرب. بس هالمرة ما تركت لها مجال وضبيت لها أغراضها بإيدي، حطيتها تحت الأمر الواقع وجبتها لعندي. أنا ما عاد رح أسمح لك تروحي ورح تعيشي معي، لأنه ابنك هلأ بده يتزوج وبده ياكي جنبه. عن جد؟ ما بتتخيل قدي صار لي منتظرة أسمع هذا الخبر. مين سعيدة الحظ؟ خدني لعندها خليني أشوفها، بدي أتعرف عليها. يلا استني دقيقة،
أديتي. ست كارونا، نحن كتير محظوظين لأنه صار في عنا كنة مثلها. لطفة وأكابريتا كتير أسعدونا، ونحن منحبها لأنه رح تصير كنتنا. بالحقيقة بكفي إنه بارات بحبها كتير ومغروم فيها. ديفيا بكفي. بما إنه الكل عم يمدحوا فيها، معناتها هالبنت مميزة، وأنا متأكدة إنه رح تقدر تسعد بارات. أنا تعبانة وما بعرف شو ساوي. يا ترى من وين بدي بلش؟ أو كيف بدي دور على شيفان بهالمدينة؟ أنا بتمنى أني لاقي شيفان بأي طريقة. شيفان تركني وراح وما سأل فيني، ما عم أفهم هو كيف قدر يتركني لحالي بالضيعة ويجي لهون. على مهلك، أعطيني. يلا. بدي أعرف ليش عمل معي هيك، خاصة بعد ما تزوجنا. أنا ما عملت معه أي شيء خليه يتركني. شو صار له بنتي؟ حدا ممكن يروح يجيب لها مي؟ شو هاد؟ شوفي، ما بعرف شو صار له، غريب. فتحي عيونك حبيبتي، فتحي عيونك. مسكي تعالي بنتي، صارت أحسن هلأ. روحوا أنتوا، أنا بنتبه عليها. يلا يلا. أنتي منيحة حبيبتي؟ قولي لي بنتي شو اسمك؟ غوري. غوري، وين ساكنة يا روحي؟ أنا من الضيعة. من الضيعة؟ اجيت لهون مشان دور على زوجي، هو هون مشان شغل بس ما بعرف وينه. وأنا بنتي عندك شي محل تروحي عليه؟ ما بعرف حدا. تعرفي شو؟ أنا رح أخدك لعندي ورح تبقي معي لحتى تلاقي زوجك. تجي معي بنتي؟ ديفيا، ديفيا شو صار لك؟ انت منيحة؟ ما في شيء، بس بصعوبة عم باخد نفس. كيف؟ بصعوبة؟ امبارح نمنا متأخرين كتير لهيك أنا تعبانة. تعالي معي. لوين؟ رح أخذك لعند الدكتور. ما في داعي، بعدين
يا حبيبي أنا رحت لعند دكتور وساويت كل الفحوصات ووضعي منيح، ما في داعي تقلق أبدا، أنا منيحة يا روحي. طيب ماشي ديفيا، لا تخبي عني شيء، قليل الحقيقة، في شيء بخصه لابننا؟ القصة ما لها علاقة بصحة ابننا، يعني أنا ممكن أهمل هيك شيء؟ ليكي إذا تعبتي وحسيتي بأي شيء بترجاكي خبريني لو سمحتي. أكيد ما بخبي عليك، بس أنت لا تقلق، صدقني إذا في أي شيء مو منيح رح أقول لك فورا. ماشي أنا رايح هلا على المكتب. انتبهي على ابني منيحة وما تتعبي حالك، أنا بخلص شغلي وبيجي لعندكم دغري. ديري بالك على حالك وارتاحي قد ما بتقدري، أنا رايح. هاد إلي أنا؟ تاخدي العقل يا روحي، ما بتتخيلي قد ايه متضايق لاني انتظرت كل هالوقت لاتزوجك. اعطيني لشوف ماما. ابني هذا إلي أنا؟ أكيد رح يطلع حلو، مبسوطة أنك جبت لي هالساري، شكله ظريف وغالي، عن جد مانك قليل بالمرة. كيف عرفت أني بحب ألبس هذا النوع؟ مبسوطة كتير فيه. لونه حلو كتير كمان، بتخيل رح يطلع كتير حلو علي. شكراً. أديتي؟ تعي لهم. مسكي بنتي، هذا ساري إليك. بعرف إنه بارات جابوا إليك، ألف مبروك، بس أنا كنت حابة أمزح معه. حلوة منك ماما. تفضلي بنتي، أنا مبسوطة منك، خاصة جبت الساري لعروستك بنفسك، بس في شغلة ما لازم تفوتوا على غرف بعضكم قبل الزواج، وما لازم تلتقوا لوحدكم، ما بيصير ابني. أنتوا بتعرفوا عاداتنا وتقاليدنا منيح. ماشي. ابني، التقاليد والقيم هي هويتنا، لهيك ما لازم نتخلى عن هي التقاليد. العالم حوالينا تغير كتير، بس ليش لنتغير؟ ما حدا بيقدر يخلينا نترك هالعادات، ما بتنترك، بدكن لا تتقيدوا، بس أنا علي أنصح. وهلأ روحي جهزي حالك فورا، شو عم تستني؟ بعرف أنك كتير حبة تلبسي هالساري. يلا. ديفيا شبكي، شو عم تساوي انت؟ قلت لك 100 مرة تمشي على مهلك وشوي شوي. خالي ساندرا، انا كنت عم بمشي على مهلي.
وبعدين أنا عم بهتم بحالي منيح. لا تخافي علي يا حبيبتي، أنتي اللي محملتيها زيادة. بس ديفيا أنتي لا تشغلي بالك فيها، ديفيا منيحة، ما في داعي تقلقي حبيبتي، هي قادرة بحالها وإذا تعبت رح ترتاح. بس بصراحة أنا شايفة إنه كلياتكم محملين القصة زيادة، هاي الشغلات كتير دارجة هالأيام، وقت بيعرفوا إنه في وحدة حامل بيطلبوا منها تتسطح وبيعطوها تعليمات، كلي هذا وتركي هذا، بس تبعي حمية. ست ساندرا أنا معك وكلامك صح، المرأة حامل ما لازم تتعب حالها ولازم ترتاح، بس إذا تحركت شوي واشتغلت شغلات خفيفة تمشت وحركت حالها، هالشي بيفيد صحتها وبيفيد البيبي كمان. شفتي خالة ساندرا؟ كان معي حق. تعرفي شو؟ أمر ما بيخليني يساوي أي شيء. أوه أديتي، أجيتي بوقتها، كنت عم بنتظرك. نحن معنا وقت كتير مشان تحضيرات العرس، فكرت أني ورجيكي كتاب التصميم وتختاري منه يلي بيعجبك. تعي شوفي. أعطيني لشوف. هذا التصميم حلو وظريف، أنا بصراحة عجبني وحبيته، من زمان كانوا يعملوا شيء قريب من هالتصاميم، كتير مميزين. كتير منيح، الكنة والحماية عجبوا نفس التصميم واختاروا، ما؟ أديتي، أنا جبت لك أغراض كتير زراف، استني دقيقة. أمار؟ شو مدام؟ أنا حاسس إنه عم أتعبي حالك كتير بغيابي، ما هيك؟ أنت شو عرفك إني عم بعمل هيك؟ حبيبتي؟ أنا قلت لك حاستي السادسة ما بتخيب أبداً. قولي لي هلأ شو كنت عم تساوي؟ أمار أنا كنت بدي، أنا بقول لك كانت رح تحمل أكياس مليانة تياب وغراض، أعطيني إياها. شو بك؟ أمار؟ هاي ديفيا ما بتسمع كلمتي أبداً، لو بتشوفها كانت نازلة ركض على الدرج ولا كأنها حامل. أنا ما نزلت على الدرج بسرعة، بس كنت نازلة شوي شوي على مهلي، بس أنتي بتذكرتيني عم بركض. ألو شو اللي صار؟ ديفيا أنا آسفة، أنتي مو معقولة. انتي منيحة؟ فوت يا حبيبتي، تعالي ارتاحي. انتي؟ أنا لقيت هالبنت قدام الدار، ما بتعرف حدا هون وما عندها مكان تقعد فيه، قلت لحالي بجيبها لهون تقعد معنا. خير ما عملتي. أديتي خديها لجوا بنتي. حاضر. تعرفي أمي؟ هي هي البنت نفسها اللي أمار ساعدها امبارح بالليل، كانت كتير خايفة بس فجأة اختفت وما تعرفنا عنها شي. باي انت مسكينة، منيح اللي جبتيها. عفوا أسفة لأني عم بسأل، بس انت شو اللي بتعرفي عن هي البنت؟ قصدي وين عائلتها؟ حتى من وين هي اجت؟ ليش تايها هيك؟ مو صح انك تخلي حدا يعيش ببيتك ومع عائلتك بدون ما تعرفي هالشغلات. معك حق ست كارونا، بس مبين عليها بنت حبابة كتير، اجت من ضيعة بعيدة كرمال تدور على زوجها، وجعني قلبي فجبتها لبين ما تلاقي زوجها، أحسن ما تبقى بالشارع. تعرفي المدينة كبيرة، حتى
بتتسلى هي وديفيا. طيب ما قلتي لنا يا ترى هي قالت لك من وين اجت او قالت لك شو اسم زوجها؟ لا يا بنتي انا ما سالت عن هالشغلات. انا ما بعرف عنها شي غير اسمها غوري. غوري؟ يا ترى هي نفس البنت اللي حكى لي امار قصتها؟ لا هديك لسه ما تزوجت، وهي البنت اجت لهون كرمال تدور على زوجها. وين راح عقلي؟ في ألف بنت وبنت اسمه نفس الاسم، ما ضروري تكون نفسها. ايه أمار وين رحتي؟ فكرك إذا سكرتي بوشي رح تقدري تخلصي مني؟ قلك على شغلة؟ أنا هون رح موت من خوفي عليكي وكتير قلقان عليكي، بس أنتي ما عم تردي على كل كلامي. بدي قلك إنه من اليوم ورايح ما في داعي تخاف علي أبداً. ليش؟ لأني لقيت مين يهتم فيني وأتسلى أنا وياه. هيك لكان، معناته لقيتي حدا ياخد مكاني. طيب هيك لكان، طيب قليلي بالأول مين هو؟ سعيد الحظ اللي أخذ مكاني. لا تحكي هيك، أصلاً ما حدا بيقدر ياخد مكانك عندي بالمرة. عن جد؟ اسمع لقلك، ماما جابت واحدة من شوي مشان تهتم فيني، قالت لي اسمها غوري. إيه وقلك شغلة كمان، هي نفسها ديك البنت يلي خلصت مبارح من إيدين الشباب. تخيل للصدفة أنت أنقذت مبارح وفجأة اختفت وما عاد لقيناها، وللصدفة الغريبة إنه أمي لقتها وجابتها، يعني إجت على بيتنا برجليها. ديفيا قولي لأمار يرجع اليوم بكير. أمار سمعت شو قالت أمي؟ أمار سمعت شو قالت أمي هلأ؟ إيه سمعتها. قلي لكان شو عم تستنى؟ سكر هالتليفون بسرعة وتعال على البيت يلا. أنا رح روح هلأ لعند البنت وأطمن على حالتها. غوري معقولة تكون هي نفسها؟ إجيت لهون مشان دور على زوجي، إجا عدل هي، بس ما بعرف وين عايش. بس كيف ممكن زوجك يهجرك هيك؟ ما عم افهم، هذا ما عنده قلب؟ هو ما عنده احساس بالمسؤولية؟ لا ابدا، زوجي ما له اي ذنب، هو هون كرمال الشغل، بس الحق علي انا اللي ما فيني اعيش بلا، لهيك اجيت ادور عليه بس ما عم لاقي. غوري طمني كل شي رح يكون منيح، وهلأ قومي غيري تيابك وتعالي ارتاحي. صحيح نسيت، انتي ما معك تياب مو هيك بنتي؟ لأنه مبارح بالليل. غوري انسي اللي صار وحاولي تهدي، اهدي وروقي شوي، هاي نحن جنبك وما رح نتركك. خدي البسي هدول من عندي، اختاري أي شي بدك إياه والبسي، وإذا بينقصك شي قليلي. بنتي إذا ما كان بدك تنامي وترتاحي قومي حضري حالك، عاملين حفلة صغيرة لنحتفل بابني وانتي لازم تشاركينا. رح تشاركينا؟ ساندرا يلا بنتي عنا شغلات لازم نجهزها. هلأ منجهزها، تعالي استرخي ولا تخافي من شي بنوب، انتي بأمان وما رح يصير عليكي شي هون. مبارح بالليل كنتي انتي مع هيك مع هداك الشاب؟ اي صح الحكي، والشاب اللي كان معي زوجي هو اللي ضرب هدنك الشباب، لهيك ما تقلقي. سامحيني اذا بتريدي، مبارح من خوفي ركضت وما قدرت اشكركم. شو هالحكي اللي عم تقولي؟ ما في مشكلة أبداً، أنتي معنا وهذا يلي بهم، اطمني وما تخافي بنوم، وهلأ نامي وارتاحي شوي وبعدين منعود ومنحكي براحتنا أكتر.
لحظة شوي، ديفيا وين هلا؟ الست ديفيا بالطابق الفوقاني، قاعدة مع الضيفة هلا. ماشي، فيك تروح. حياتي ديفيا؟ جيت؟ منيح انك رجعت بكير، ماما كانت عم تسأل عنك. قولي لي لشوف، كيف البنت هلا؟ متوترة شوي، تركتها بالغرفة بركي بترتاح. انت عرفتي شي من وين اجت؟ يعني عرفتي اي معلومات عنها؟ الحقيقة انه ديفيا تعي لهون شوي. ايه امي جاية هلا، اطلع حياتي بعدين منحكي، رح اروح شوف شو بدها وارجع، ما بتأخر. انت روح وغير ثيابك. ايه يا ترى فوت لعندها وتأكد مين هي؟ لا، أنا شو صار لي؟ ليش خايف كل هالقد؟ ليش عم فكر بجوري؟ شو رح يجيبها لهون؟ أكيد هي هلأ بالضيعة. غير هيك هي بحياتها ما طلعت من هنيك.